يقول: ظهر في الوقت المعاصر من يحاول التشكيك في كتاب التوحيد، وذلك بالقيام بتضعيف بعض الأحاديث، فما التوجيه في ذلك؟ طيب، فرضنا أن فيها حديث ضعيفة، لكن الآيات وش يقول فيها؟ يقول ضعيفة أيضا. هو ما يذكر الحديث وحده، يذكر بعد آيات تدل على معناه وعلى موضوعه، يذكر قبله أحاديث صحيحة تدل على معناه وعلى موضوعه، ما هو بيذكر الحديث الضعيف مجردا عن غيره.